نهنئكم بمناسبة اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تؤمن بالابتكار والتنوع والتميز في كل جانب من جوانب الحياة. مجموعة الفجيرة الوطنية هي واحدة من الشركات الرائدة في الساحل الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة. تفتخر مجموعة الفجيرة الوطنية بتاريخها العريق، حيث أن لها بصمة كبيرة ومميزة في الحياة العملية منذ أكثر من 3 عقود وحتى الآن. تضم المجموعة 40 شركة ويعمل فيها حوالي 4000 موظف وموظفة من إداريين، متخصصين، فنيين ومهنيين وعمال. فالشركة تقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى عمليات التشغيل والتوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. تنقسم المجموعة إلى 8 أقسام، هي تطوير العقارات، الرعاية الصحية، التعليم، مخازن البترول، الفنادق والخدمات. الشرق للرعاية الصحية. تعتبر الشرق للرعاية الصحية واحدة من أكبر الشركات الخاصة المزودة للرعاية الصحية في إمارة الفجيرة. تمتلك أكبر مستشفى خاص يضم 100 سرير و4 مراكز طبية وصيدليات وعيادات طبية. مستشفى الشرق، وهو أول مستشفى حائز على الاعتمادية الأمريكية في منطقة الساحل الشرقي من الدولة. مستشفى الشرق يتسع 100 سرير، مجهز بأفضل وسائل وطرق الراحة والأمان، كما ويقدم المستشفى أيضاً خدمات الإسعاف والطوارئ بشكل متكامل التي تعمل على مدار 24 ساعة. مراكز الشرق الطبية. مركز الشرق الطبي الفصيل، مركز الشرق الطبي الاتحاد، مركز الشرق الطبي دبا، مركز الشرق الطبي كوزموميد، والصيدليات. والقسم الطبي البحري. عقارات الفجيرة الوطنية. شركة الفجيرة الوطنية للعقارات تأسست في عام 1999 ميلادي لخدمات البيع وإيجار العقارات، وللشركة أقسام متعددة ومتخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العقارات. فنادق. تمتلك المجموعة 4 فنادق في إمارة الفجيرة، تحتوي على غرف واسعة ومرفهة وغيرها من الأنشطة الترفيهية. عقارات. تضم أرقى العقارات السكنية والتجارية. الاستشاريون للبحوث والتطوير والتخطيط العمراني. يتم إنشاء شركة استشارية هندسية لتزويد عملائها بتصاميم مبتكرة التطوير والبحث والاستشارة والتخطيط وإدارة الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية. شركة الخليج لتوزيع البترول. تعتبر شركة الخليج لتوزيع البترول الشركة الموردة الرئيسية لمنتجات البترول في منطقة الخليج العربي، وتضم الخليج لعمليات توزيع البترول. الخليج لعمليات توزيع البترول والزيوت. الخليج لتوزيع البترول بانكر. الفجيرة الوطنية للصناعات. تتكون شركة الفجيرة الوطنية للصناعات من شركات للمقاولات والنقل والكهروميكانيكية. تتضمن الشركة أكثر من 2500 من أكفأ المهندسين والفنيين، وتندرج تحتها شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات والنقل. أنجزت الشركة وبنجاح العديد من المشاريع المرموقة لكلا القطاعين العام والخاص بإمارة الفجيرة، حيث تعتبر واحدة من أكثر الشركات الرائدة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. الفجيرة الوطنية للأعمال الكهربائية والميكانيكية. سي جي للخرسانة. هي شركة لتصنيع الخرسانات ونمت نمواً سريعاً، فهي متخصصة في توريد أفضل أنواع الخرسانات في جميع أنحاء المنطقة الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة. سي جي للحديد.
ديكورتك. الديار للتعليم. الديار للتعليم هو شريان مجموعة الفجيرة الوطنية والأساس لنمو الإنسان. التعليم يطور حياة الفرد على المستوى الشخصي والمجتمعات. مدرسة ديار الفجيرة. مدرسة ديار دبا. أكاديمية الفجيرة للطيران تهدف إلى تعليم وتطوير وتأهيل المهندسين والفنيين في قطاع الطيران في الدولة. شركة الفجيرة التجارية الدولية. تتضمن هذه الشركة الوطن للخدمات الأمنية، وكالة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية، شركة أمواج لإدارة السفن، الفجيرة الوطنية للدعاية والإعلان، شركة الفجيرة للاستثمارات. تشارك شركة الفجيرة للاستثمار في استثمار مختلف المشروعات لتحقق الربحية والاستدامة للمجموعة كاملة، وهي واحدة من الشركات التي تحدد وتؤمن الفرص الاستثمارية الجذابة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم شركة الفجيرة للاستثمار شركة أموال للوساطة المالية. شركة الخليج الدولية للتجارة. انضمت شركة الخليج الدولية للتجارة إلى المشاريع المشتركة في مجال التصنيع وقطاعات الخدمات الهندسية مع الشركات العالمية. تتعهد مجموعة الفجيرة الوطنية بتقديم أفضل الخدمات وأجود المنتجات ذات معايير عالمية لإرضاء عملائنا.